فلو اخذنا الان في اوف تي في اوف تي نفس الشيء راح اعمل راح اعملها بيس وايز وراح يكون عندي هون في تي اكبر من او بزاويه زيرو واقل من واحد في او زيرو بتساوي زيرو راح ناخذ هلا في او زيرو زائد التكامل من زيرو لتي واللي بدي اكامله هو اي اي ايش عندي هون؟ تي راح يصير هذه تاو دي تاو وتساوي في او زيرو بتساوي زيرو اصلا تي ايش راح تصير؟ او تاو عفوا راح تصير هاف تي سكوير شيك مضبوط؟ وهذه من زيرو لتي وتساوي هاف تي سكوير اوكي؟ هلا بعدين راح ناخذ هلا بدنا ناخذ الفتره اللي بعدها اللي هي تي اكبر من او تساوي واحد واقل من اربعه فراح يكون عندي في اوف واحد زائد من زي من من واحد لتي وايش راح اكامله الان هلا هون؟ واحد اللي هو تي تاو وتساوي هلا في اوف واحد وين باخذه؟ اخذه من هون هي اسلام بعوض واحد هون في تي بصير عندي نص زائد هون راح يصير عندي تاو واحد تي ويساوي 0.5 بلس هاي راح تصير عندي تي ماينس واحد وتساوي تي ماينس 0.5 اوكي ماشي بعدين ناخذ اللي بعده هلا راح ناخذ الفتره اللي هي تي اكبر من او تساوي 4 واقل من او تساوي 6 عندي هون راح يصير عندي في 4 زائد من 4 لتي ولو هكامله هون 5 ماينس تاو دي تاو في اوف 4 بتساوي 4 ناقص نص 3 ونص خليني ابعدها شوي فصار عندي 3 ونص زائد هلا هون عندي 5 راح تصير 5 تاو ناقص تاو سكوير على 2 مضبوط من 4 ل 3 وتساوي 3 ونص زائد هاي راح تصير هلا في شيء غلط؟ لا سالفه 5 تي ماينس تي سكوير على 2 بعدين ناقص 5 في 4 20 ناقص ناقص زائد 4 في 4 16 2 8 فبصير عندي هلا ماينس تي سكوير على 2 زائد 5 تي بعدين عندي ناقص 20 وزائد 8 ناقص 12 ناقص 12 و3 ونص تعطيني 8 ونص مضبوط؟ او ناقص 8 ونص مضبوط تاكد منها 3 ونص و8 تعطيني 11 ونص شيك 8 ونص هلا هاي امكانكم تحاولوا تبسطوها لكم تكملوا السكوير ما فيش حاجه يعني زي ما بدكم تحاولوا تظبطوها بحيث انها تصير يعني بس هي خلص هيك معادله جاهزه اللي بعده راح ناخذ هلا في اوف 6 زائد التكامل من 6 ل تي بعدين اللي عندي راح اكامله هو ناقص 1 راح يكون عندي ناقص 1 دي تاو 6 قديش؟ هلا هون ايش بنعمل؟ بنعوض هون محل تي بعوض 6 بتصير عندي ناقص 36 على 2 39 ونص كلها تطلع 39 ونص 36 على 2 ب 18 18 ناقص 18 مش هيك؟ وبعدين عندي 5 في 6 زائد 30 وناقص 8 ونص كنا غلطان بإشارة ولا لا؟ لأنه 18 و8 بتصير 26 ونص 3 ونص مش هيك؟ مضبوط؟ لأنه لو 39 ونص ما وصلش فما طلعش عن 4 إذا هاي 3 ونص 3 ونص زائد هلا هون بدنا نعمل هاي شو بتصير عندي ماينس 1 بتصير ماينس تاو بصير عندي ماينس تاو جوا وبرا عندي 6 وتي وهي طبعا الفتره من 6 الى 9 راح تصير عندي هلا 3 ونص ناقص تي زائد 6 مش هيك فبتصير 9 ونص ناقص تي مضبوط هيك؟ اوكي وبعدين عندي الفتره اللي بعدها هلا رح ناخذ تي اكبر من او تساوي 9 واقل من 10 ايش رح ناخذ هلا في اوف ايش؟ في اوف نهاية الفترة مش هيك؟ اللي هي 9 من هون زائد هلا رح اخذها من 9 لتي وقديش الاكسلريشن عندي هون؟ تي ماينس او تاو ماينس 10
ثيتا تساوي في اوف 9. هلا عندي 9 ونص ناقص 9 نص، ما حضرها نص هون، هي نص بنهاية الفترة. مش تذكروا قلنا هاي نص وهي نص طلعت معنا، فهي 4 هي 3 ونص، 3 ونص وهي طلعت معي 3 ونص هون، هي 3 ونص اللي بداية الفترة وبداية الفترة ونهاية الفترة نص. نعم اليوم في الوان نفس الشيء، وكمان هاي نص مش هيك، هذه نص عندي هون هي نص. طيب بعدين عندي هلا نص وهذيك راح اكمل تاو، راح تصير هاي زائد تاو سكوير على 2 مش هيك، ناقص 10 تاو والفترة اللي هي من 9 إلى تي، هاي راح تنزل عندي نص زي ما هي، راح يصير عندي تي سكوير على 2، بعدين عندي ناقص 10 تي، بعدين راح ناخذ ناقص 9 في 9 81 على 2 40 ونص، وبعدين ناقص ناقص مش هيك؟ مضبوط، ناقص ناقص 10 في 9 90. هلا هاي بتصير عندي هون تي سكوير، راح يضلها تي سكوير على 2. لاحظوا معامل تي سكوير ايش هون؟ نص موجب يعني، موجب في البارابولا هون طالع لفوق، في حين هون البارابولا نازلة تحت، ولذلك كان معامل تي سكوير هون نيجاتيف. مضبوط وبعدين عندي هون ناقص 10 تي، وراح يضل معي هلا 90 هلا ناقص نص وزائد نص بروح بضل 90 ناقص 40 مش هيك؟ 5. بعرفش هاي يمكن تعمل، تقدر تعملها فاكتورينج، ما بس هيك انتهى هاي، انتهى السؤال مش هيك؟ فعندي هلا لو طلبت منك سرعه المصعد في اي لحظه من اللحظات هذول كانت تطلعها مضبوط؟ At any point in time صار عندي هلا فانكشن كامل، يعني لو محينا الان كل الاشياء هاي الاضافيه هاي صار عندي معادله من 0 ل 1 هيها، من 1 ل 4 هيها، من 4 ل 6 هاي اللي هون، من 6 ل 9 هاي اللي هون، ومن 9 ل 10 هاي اللي هون، وهي راح توصف لي كل الكيرف هذا بالتفصيل فيس وايز من البدايه للنهايه، راح اقدر اطلع قيمه السرعه عند اي نقطه من النقاط اللي موجوده. اوكي ماشي، وهذا